مشاهدينا متابعينا الكرام، أولى أشواط الحفل 88 رفعت الراية بعد التأكد من مغادرة مفخرة وطن. اندفعت على بركة الله. إذن أسماء من نجياد وأفراس الثلاث سنوات التي تبحث عن انتصار جديد من السبعة رؤوس و11 رأس تبحث عن انتصار الأول. هنا عنود الغضا تبدأ هذه الانطلاقة السريعة في المنتصف، تقود هذه الأسماء مع الأمارة ليسوا وكذلك انهامر من الخارج في المرتبة الثانية في هذه الصورة، مع قدوم عليه العلم في المرتبة الرابعة، كذلك عنان في المرتبة الخامسة، وظهور لسمو فارس المرتبة السادسة، فيما عنود الغضا كما نتابع بنصف طول تقريبا في الصدارة بمطاردة من انهامر في المرتبة الثانية، وكذلك الأمارة لسو عليه العلم في المرتبتين الثالثة والرابعة عنان، وقدوم لسمو فارس هنا على 400 متر الفاصلة. عنود الغضا برفقة دي كاسترو مع مطاردة من انهامر مع لويس موراليس. الصراع يبدأ ويشتد هذه اللحظات ما بين عنود الغضا وكذلك انهامر. من يحسم هذا الشوط في تنافس وإثارة؟ انهامر يتقدم من الخارج الآن، يتقدم لنزع هذا الشوط وانتزاع بقوة من عنود الغضا، يتقدم. إذن انهامر المصنف 78 ليعلن انتصار جديد في سجله السباقي. ألف ألف مبروك لمالك عايض صنات الشيباني، مالك ومدربا وايضا قياده مميزه لويس موراليس. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، دقيقه 14 ثانيه و57 جزء من الثانيه.